يو السلام عليكم العشرة، معكم مونس وينغ في فيديو جديد. وهاد الفيديو غيكونوا فيه أحسن 10 سكوترات تقدر تبدا بيهم، وغيكون واحد الثمن اللي رخيص، والثمن ديالهم اللي غتشوفوا في الفيديو راه ديال لاميزون، يعني حاجة جديدة، وكاع المعلومات ديالهم راه غيطلعوا لك كل موتور والمعلومات ديالو. داكشي علاش إلا عجبك هاد الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولا عجبتك هاد السيري هادي نكملوا فيها إن شاء الله. من بين ما رجعت للبلاصة فين كاين الموتور ديالي باش نكملوا لي فلوغ، شي حاجة اللي غتكون بالبالة من بعد إن شاء الله في الصيف، غتكون شي حاجة اللي بالبالة ديال بصح. ما تنساش إلا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وبارطاجي هاد الفيديو، نبداو الفيديو ديالنا. باش العشرة المهم سهل الفيديو ديالنا، كانوا هادو هما 10 المطر اللي تقدر تبدا بهم وبثمن اللي زوين وبجداد، يعني من لا ميزون غتخرج الموطور. داكشي علاش إلا عجبك الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب وتبارطاجي هاد الفيديو، خلينا شي كومنتير إلا عجبك الفيديو نعاود نديرو شي فيديو آخر. المهم علاش مابقيتش كنفلوغي، بديت أول فيديو مابقيتش كنكمل، يعني تحولت من المدينة اللي فيها وخليت الموطور ديالي تما، يعني منقدرش نصور، وكاين دابا هنا في واحد المدينة اللي أخرى منقدر إلا لقيت شي موطور غنصور لكم شي فلوغ فيها حتى هي المدينة زوينة. وان شاء الله كي غنرجع ما كاين غير لي فيديوهات وشي حاجه للحماق ديال بصح. بيس.